وستام مع تولدوم مع إريكو كيزا. الكرة تعود الآن محاولة منقولة عرضية لكن تتخلص هذه وتبعد، عادت إلى ديشينيو في الجهة اليمنى. ديشينيو يبحث عن زميل، لعب لكرة عرضية، عرضية إلى دي ماريا، دي ماريا عرضية حلوة حلوة المتابعة لكن حارس المرمى والكرة فيها هدف، فيها هدف. نابولي اليوفي يتقدم، اليوفي يتقدم، الكرة عدت، الكرة عدت واليوفي عدى وليبيان كونيري يتقدم بأول الأهداف. إلا فيجا السنيورا يسجلون أول الأهداف. السيدة العجوز تتقدم أخيرا عن طريق الإبراهيمي، واحد لا شيء، واحد لا شيء. الفرنسي رابيوم، هذه الكرة من بدايتها كانت العرضية ثم بعد ذلك المتابعة من دي ماريا الرأسية، نعم شال حارس المرمى، شال حارس المرمى لكن من قلب المرمى تيراتيانو، تيراتيانو شالها من قلب المرمى. ورابيو يكسر التعادل السلبي، يكسر التعادل السلبي أخيرا، يصل إلى شباك ليفيولا. أصبحت النتيجة الآن 1-0.